مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في قناتكم أفائل اللي مختصة في المجال ديال العقار فقط. كتحط لكم فيديوهات اللي كتكون ديال الشقق مثلا اللي كتكون مطروحة للبيع، ولا فيلات كما هو الحال اليوم، ولا كذلك فيرمات اللي ارتقبوهم إن شاء الله قريبا. معكم طارق، كنحاول نوصف لكم هاد العقارات، نعطيكم فكرة على شنو شت بالعين ديالي، شنو شت مثلا في الحي، كذلك كنعطيكم الأثمنة باش كديروا واحد المقارنه مع السوق باش تعرفوا واش كاين هناك ارتفاع ولا انخفاض. كتشوفوا كذلك لا ديكوراسيون جديده وكيفاش الانسان كيبدا في العقار باش كيردوا واحد لا ميرفي ولا واحد لو بيجو كما غادي نشوفوا اليوم. على بركه الله غادي نبدا الوصف ديال هذا العقار. هذا اول حاجه، هنا راني تنهضر على فيلا بما للكلمة من معنى، فيلا اللي ماليها كان عندهم واحد الذوق رائع رائع جدا، زعما بدون مجاملة رائع جدا، لأن كل حاجة تحطت في بلاصتها. اللي كنطلب منكم أعزائي المشاهدين هو تكملوا معايا حتى لآخر الفيديو وشوفوا واش هاد الهضرة اللي قلت في الأول كانت غير فقط للمدح ولا كانت حقيقة. كما جرت العادة نكمل الفيديو كامل. عندنا بالنسبة لهاد الفيلا هادي كتمتشيدة على واحد الأرض اللي فيها 436 متر مربع، 436 متر مربع على ثلاثة ديال الواجهات. هاد الفيلا هادي ثلاثة ديال الواجهات ومبنية على دو نيفو، كاين لو غيد شوسي اللي هو الطابق الأرضي تقريبا فيه 100 متر، ولكن بيسكو فيها هي ثلاثة الواجهات وما فيهاش لاكو، فاش كنطلعو الفوق راه كتعطينا تقريبا 136 متر في الطبق الأول و 136 متر في الطبق الثاني بلا ما نهضر على السطح، وغادي نكتشفو هادشي كامل. فيلا اللي متولة اللي خدمو فيها ماليها أفكار اللي هي جديدة، أفكار بسيطة ولكن ما كنقول ديما السهل الممتنع اللي ما كنلقاوهاش في كل شيء. كون كنا كنلقاوها في بزاف ديال الفيلات كانوا كلهم غادي يعجبونا. هاد الفيلا اللي غادي نشوفو اليوم راه غادي تباع فارغة، وكذلك اللي بغى يشوفها بالاثاث ديالها بالمبل ديالها راه ممكن تبيع ليه حتى بالمبل ديالها. اللي كنطلب منكم أعزائي المشاهدين هو تضغط على الزر ديال الإعجاب وكذلك الاشتراك في القناة ديال أفائل، راه حاجة اللي كتحمسنا وكتدفعنا كنقلبو لكم ونجيبو لكم أحسن العقارات. عقار لي فاخر، علاش؟ لان فريمون تحطات كما قلت قبيله كل حاجه في المكان المناسب ديالها، كل حاجه تحطات في المكان المناسب ديالها بما للكلمه من معنى. واخا غادي ندوزو دابا نهضروا على الموقع ديالها وعلى المدينه فين كتواجد هذه الفيلا هذه، وكذلك حتى نتوما اللي كان عندكم شي عقار وبغيتو تحطوه في البيع فنحن راه للخدمه ديالكم جميعا. الوكاله العقاريه افائل تتواجد بحي رياض الزيتون على مقربة من بنك الشعبي، وكذلك الحمام اللي كيحمل الاسم ديال الكوثر بمدينة مكناس بالحي ديال رياض الزيتون. كنعاودها، هاد الفيلا هادي كتواجد بواحد المدينة اللي تيقصدها بزاف كيقصدوها بزاف ديال الناس، اللي ما نقدرش نقول عامة المغاربة، فصل الشتاء ولا فصل مثلا فاش كتكون كتهطل الثلوج وجو كيكون بارد. هنا ما تنهضرش على افرا، هنا تنهضر على المدينه ديال ازرو ومن اللي يعرفها بالخطوره ديالها بالجمال ديالها بالجبال ديالها وبالمناخ ديالها.
اللي تزيد حتى الجمال هي الموقع ديالها على شارع كبير بالمدينة ديال أزرو، المدينة اللي كتزخر بواحد الطبيعة رائعة 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 جدا. هنا راه ممكن أن الإنسان يديرها من أجل الاستثمار، يخدم فيها من أجل الكرا ديالها، يبقى يكريها للناس اللي كتجي كتشوف الطبيعة ما إلى ذلك، وكتبغي تستمتع بالجو ديال الثلج والبرودة والشتاء ما إلى ذلك. وممكن الإنسان يديرها للسكن الرئيسي. كما كتشوفوا معايا الصالونات ما شاء الله، غادي نهضر لكم دابا على التقسيم ديال هاد الفيلا ومنياش كتكون. وتا بالنسبة للثمن ديالها باش نقولها من الاول، الثمن ديالها راه منافس بزاف لشنو الفيلات اللي محطوطين في السوق مقارنة مع هاد لافينيسيون، مع الديكور، مع بزاف الامور. كتنقسم هذه الفيلا في لا ريسبسيون ولا في الدخله ديالها، في المدخل ديالها اون ريسبسيون. كيفاش؟ كنلقاو صالونات كبار مبهجين مفتوحين شي على شي، صالون بلدي، صالونات بلديين شي مفتوح على شي وكبار. وتا الطريقه باش تفرشوا ما زادت هذه الفيلا الا جمال، الا جمال، وواحد الجمال اللي هو ساحر. علاش؟ لان داك الشيء كان مصايب خفيف كما قلت في الاول، خفيف ولكن ولكن متقون ومتول. ما اللي غادي تلاحظوا معايا ما كاينش بزاف مثلا ديال نقدر نقولوا ديال الديكورات محطوطين هنا وهنا وهنا وهنا، ولا قوه التصاور ما الى راه بزاف. راكم غادي تفهموني، وكنتمنى اننا نتحاوروا عن طريق لي كومونتير. انسان يخليو لنا ردود الافعال ديالكم، راه سنكون ممتنين. واي واحد بغى يدير زياره ميدانيه، الارقام ديال الوكاله العقاريه افيل راها كتبان اسفل الفيديو، ممكن الاتصال بنا تحديد موعد باش نمشيو نزوروا هذا العقار عن قرب. كما قلت وتنعاودها، العقار راه قابل للبيع ثمن اتات ديالو. غادي ندوز نهضر على الثمن، هنا راه مازال غادي نشوفوا بزاف ديال الحوايج، دي سوربريز كما كان مفاجآت اللي غادي نشوفو في هاد الفيلا هادي، شي حوايج اللي ما كينتظرهمش الانسان يشوفهم. مثلا غادي نشوفو واحد المطبخ مفتوح، مثلا غادي نشوفو واحد دي سيجور بطريقه اوروبيه رائعه، ولا طريقه تركيه، على الطريقه التركيه بالضبط، هذه الكلمه على الطريقه التركيه، شي حاجه رائعه. غادي نشوفو مطبخ مثلا في السطح، شي حوايج اللي ما كانش الانسان كينتظر انهم يشوفهم. بالنسبه للثمن هو 260 مليون كما ضبطوا معنا اصحاب هاد العقار هذا. حتى من هذا راه ممكن يكون هناك نقاش معهم، مع الناس اللي كيبيعوا هذا الملك هذا، لكن راه تيبقى بصح ان بيجو هو. حتى الموقع ديالها، الموقع ديال الفيلا، راه موقع اللي ممتاز، لاكسي سهل مثلا تبصي او تا، وفيها ان بيتي كراج ديال الفيلا راه صورناه في الاول، اللي ممكن انه يهز جوج ديال السيارات، وكاين ان باركينغ اكسترن فين تحط حتى 10 ديال السيارات، كاين فين تحطهم. بالنسبه للطقس، الطقس في كنهضروا على مدينه ازرو، الطقس كيكون في ايامات البرد صعيب قاصح. اذا اللي نقدر نزيدكم لانفورماسيون هي لانستالاسيون ديال الشوفاج الغادياتور، ديك راه كيكونوا دايزين في كيكونوا دايزين في الحيط، راه كيكون لي رادياتور خارجين ديالهم برا، راه في كل بلاصه في هاد الدار هادي كاينه ديك لانستالاسيون. كنظن انا يمكن حسن تعمل لا شوميني، علاش ما كترش باش كتسري عواد، ولا تشري شاربول، ولا تشري ليتانول، ولا تشري باش غادي تخدم داك الشوميني، وخصك تكرفس معاه. هنا راه كاين كما قلت لكم داك لي شوفاج راهم ديجا اي سون انستالي دو بارتو، في المدسيه في الدار كتلقى الانستالاسيون ديالهم، حاجه اللي كتخلي لك الدار ولا هاد الفيلا سخونه على طول زعما الفصل ديال الشتاء. حاجه اخرى اللي نزيدكم هي بالنسبه للحمامات، بالنسبه مثلا الحمام ديال لي بارون ديال لا سويت بارونتال، باسكو فريمون اون سويت غادي نكتشفوها في الاخر، حتى هي الحمام ديالها فيه حمام بلدي.
لانستالاسيون ديال الحمام بلدي راه كلها كاينه تحت الوصول ولا تحت الثلج ديال في لا شومبر دي بارون، في الحمام ديال لا شومبر دي بارون بالضبط. بالنسبه للحديقه لو جاردان راه كاين ان بيتي جاردان برا وكاين ان بيتي جاردان من الداخل، اللي تقريبا فيه واحد المساحه ديال 130 حتى 175 متر مربع. لا كويزين انتم غادي تشاهدوها كيفاش دايره، كيفاش مفتوحه على ان سيجو ما شاء الله. لي بالكون كاين في لا شومبر دي بارون، كاين ان بالكون في واحد لو سيجور، كاين واحد السطح اللي مصايبه فيه واحد لا كويزين. المهم هادشي حنا غادي ندقق دقه وكنكتشفوه. وكما كنقول لكم راه حتى اللي زاد هاد الفيلا هادي جماليه، هي الذوق ديال الاصحاب ولا مالها مالين هاد العقار ما شاء الله. كيفاش حطوا الامور، الاتات كيفاش تحط بواحد الطريقه اللي تناغمات وانسجمات مع الديكور ديال الفيلا. بالنسبه لي شومبر، كلهم فيهم دي باركي، فيهم لو فري باركي، ماشي فو باركي ولا لي في باركي. لي شومبر كلهم سواء لا شومبر دي بارون ولا لا شومبر دي زونفون ولا كلهم، ولا ميم غادي تشوفوا معايا واحد لا شومبر بيرو حتى هي مصاوب فيها لو باركي. الدروج بالاينوكس، نزيدكم كاين الرخام في الارض في الدروج كاملين. بلاتيني في صباغه، انا ما موالفش زعما كنشكر في لا فينيسيون، كنخليكم اعزائي المشاهدين نتوما تشوف، لكن اللي الحق يقال ان مالين هذه الفيلا ابدعوا فيها. كنعاودها بالنسبه للثمن ديالها هو 260 مليون، وهذا الثمن راه ممكن يكون هناك نقاش مع اصحاب ديال العقار، يكفي ان يكون هناك تفاهم ولا اعجاب بالفيلا. وكذلك انتم اعزائي المشاهدين، لكن عندكم شي عقار بغيتوا تحطوه في على عن طريق الفيديو في قناه ديال افائل، فنحن راح للخدمه ديالكم جميعا. وصلت للختام ديال الشرح، كنقول لكم الى اللقاء وفي عرض مقبل ان شاء الله. ما تنساوناش بالتغطية الزر ديال الاعجاب وكذلك بالدعم ديالكم بالاشتراك في هذه القناة. شكرا وإلى اللقاء.